مرض انفلونزا الطيور الوبائي في كركوك، مؤكدا انها انباء عارية عن الصحة تماما. وفي جانب اخر من حديثه، اوضح مدير عام صحة كركوك ان مديرية الصحة تقوم بتلقيح جميع النازحين في المخيمات منعا لانتشار اي امراض. هيلغورد حسن حضر المؤتمر وعد لنا التفاصيل التالية. أشيع بين الناس في محافظة كركوك شائعة تقول تم رصد حالتين من مرض أنفلونزا الطيور الوبائية من قبل دائرة الصحة لمواطنين من كركوك، وهذا ما فنده مدير عام صحة كركوك في مؤتمر صحفي بمبنى المديرية، قائلا أن هذه الأمراض تصيب الطاعنين في السن الذين يعانون من أمراض مزمنة وأيضا الأطفال، مؤكدا عدم وجود تلك الأمراض في المدينة. الحالة الوحيدة اللي صارت يعني حالة وفاة مواطن وهو من منتسبي وزارة الصحة بغداد، مع الأسف توفى. طلع النتيجة مالته بين انفلونزا نوع H1N1. H1N1 هذا سابقا كان يعتبر يعني او التسمية مالته انفلونزا الخنازير، بس هسه حاليا يعني حسب تعليمات المنظمة الصحة العالمية تعتبر كإنفلونزا موسمية، حالة حال بقية الإنفلونزات A و B. فإنفلونزا الوبائية أو H1N1 تعتبر كحالة طبيعية مثل بقية الإنفلونزات. الأعمار أو الكبار السن يعتبرون يعني من المجاميع الخطورة. المرضى الذين لديهم أمراض مزمنة مثل السكر وعجز الكلية وعجز القلب والسرطانات وإلى آخره. يعني باختصار شديد، الحالات اللي صارت لحد الآن كلها أمراض إنفلونزا الطبيعية الموسمية. مدير عام صحة كركوك وخلال المؤتمر الصحفي بعد تأكيده بخلو المدينة من الأمراض الوبائية قال أن نقاط التفتيش للمحافظة فيها مفارس طبية لإجراء أي طارئ، وأن لديهم أدوية كافية ولقاحات لهكذا أمراض، ومديريتهم قامت بتلقيح النازحين في المخيمات منعا لانتشار الأمراض الخطرة. عندنا منافذ مع بقية المحافظات الشمالية والجنوبية. في النقاط السيطرة لدينا مفرزة طبية في كل النقاط السيطرة ل يعني معاينة أي حالة غير طبيعية وأي حالة يشكون بها، يعني ينطونا العلم ونقدر نتابع، حتى نقدر نتابع المريض والحالة التي تشكو من عنده. اللقاحات عندنا، لدينا لقاحات لازمة، وقمنا بتلقيح المنتسبين المستشفيات وخاصة الذين يتعاملون مع المرضى والأطباء والكوادر، وقمنا بتلقيح النازحين لأن هناك تجمعات كبيرة نازحين في المخيم وفي بعض المكانات اللي بيها تجمعات كبيرة للنازحين، لأن مثل ما نعرف كلنا بأن إنفلونزا سريع الانتشار في أماكن مزدحمة. المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير عام صحة كركوك جاء بعد مخاوف المواطنين من هذا المرض، ولكن جواب المؤتمرين من شأنه طمأنة أهالي المحافظة، وهذا لا يعني بأن المواطن لا ينتبه لنفسه، فالوقاية خير من العلاج من أي مرض موسمي أو وبائي. هالغورد حسن، فضائية كركوك. في موضوع آخر، أكد بيستون عادل عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس